وكل التحايا إلى الأهل في فلسطين. يعني معاليك القضية الفلسطينية والوصايا على المقدسات الإسلامية والمسيحية، نحن دائما نتغنى بأننا نشامة وأصحاب قضية. هذه القضية ولا يوم غابت عنا، وتحديدا بالحرب على غزة والموقف الأردني وتماهي الموقف الأردني مع الموقف إن كان شعبا وقيادة. نتحدث عن هذا الأمر ستي. يعني خلينا نكون صريحين وواضحين، العلاقة البينية ما بين الشعب الأردني والشعب الفلسطيني هي علاقة عائلية، صحيح، وعلاقة تربطها رابط الدم والجغرافيا والمصير المشترك بالتاريخ. احنا عائلة واحدة، يعني بفصلنا نهر الأردن، انت بتوقفي على جبال السلط بتشوفي القدس، طبعا بتشوفي جبال نابلس، بتشوفي بيسان، صح، بتشوفي جبل الشيخ، بتشوفي جنوب لبنان، صح. احنا بلاد الشام كلنا دولة واحدة. فيا ستي، الأردن بقيادته الهاشمية منذ تأسيس المملكة وما قبل التأسيس من أيام الشريف الحسين بن علي كانت فلسطين تعيش في وجدان الهاشميين. الثورة العربية الكبرى لما قامت كان الشريف الحسين بن علي كان يصر أنه فلسطين هي جزء من الدولة العربية اللي كان متفق مع الإنجليز على إقامتها، وأنه صون استقلالها هو واجب وطني. إجا الملك عبد الله الله يرحمه من بعديه أيضا رفض وعد بلفور ورفض الوجود اليهودي أو الإسرائيلي في فلسطين. استمروا الهاشميين مع الفلسطينيين طيلة حياتهم إلى مرورا بالملك طلال، بالملك حسين، بالملك عبد الله حتى هذه اللحظة، وهم حريصين على تقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني هو جزء منا وإحنا جزء من الشعب الفلسطيني. أشقائنا في مصر قاعدين بيقدموا الدعم، كل الدعم لأهل غزة، وإحنا أيضا قاعدين نقدم لأهل الضفة ولأهل غزة طبعا. ليش؟ لأنه هذا واجب علينا وحريصين على أنه الواجب بنقوم فيه دورنا. أيضا بدي أقول لك شغله، الهاشميين هم أصحاب الوصايا والرعاية للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وهذا الشيء بدأ من عام 1916 مش من عام 1924 طبعا. لما إجا الشريف الحسين بن علي وقدم 50,000 ليرة ذهب لصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية، صحيح. مش بس الإسلامية أيضا. انتقلت الوصايا إلى الملك عبد الله واستمر بعمليات الإعمار وشكل لجنة إسلامية للحفاظ على القدس والمقدسات. أيضا استمر أبان الملك طلال وأبان الملك حسين، كان في إعمار بال56 وإعمار بال59 وإعمار بال64 وإعمار لما انحرق المسجد الأقصى بال69. أيضا استمر الإعمار إلى عام 2002 لما إجا الملك عبد الله وأتم بناء منبر صلاح الدين اللي استمر بناؤه بحدود 8 سنوات. وهذا المنبر لما صلاح الدين إجا حرر القدس وحرر فلسطين جابوا معه من حلب، وهذا معشق تعشيق بالخشب الغالي الثمين اللي هو الأبنوس. فإجا الملك حسين أوصى أنه ينعمل هذا المنبر وأكمله من جلالة الملك عبد الله، واشتغلوا فيه 8 سنوات وعادوه وركبوه في القدس، وهو موجود في القدس. فشوف العلاقة بين القدس والهاشميين علاقة روحية، هي وديعة في أعناقهم، فلذلك هم حريصين أنهم دائما وأبدا يحافظوا. هم حملة الرسالة المحمدية، فكيف ما بده يحافظ على القدس والمقدسات؟ فتلاحظي دائما وأبدا جلالة الملك عبد الله أي اعتداء على القدس بيثير حفيظته وبيحتد، وفورا بيقوم بإجراءات وضغوط على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. يمكن هذا الحديث ذو شجون عندما نتحدث عن القضية العربية بانتماء الدم العربي الواحد، عندما يتحدث الأردن وعلاقتها بفلسطين والقضية الفلسطينية ومصر أو العراق، ونشاهد بأن المواقف واحدة تجاه القضية الفلسطينية بتقديم المساعدات ومحاولة تتحمل الأردن القضية الكبرى بسبب القرب إلى فلسطين بالجوار. يعتبر بجوارها. نتحدث اليوم أيضا عن علاقات اقتصادية سياسية بين البلدان، كان على صعيد مصر والأردن والعراق. اليوم تحركات كبيرة للسيد السيسي وجلالة الملك والسيد محمد الشياع السوداني بلقاءات عربية سياسية. اليوم مخرجات القضية الاقتصادية، كيف ممكن أن تستثمر هذه اللقاءات بين البلدان العربية بأن نخرج بتوافق سياسي، توافق اقتصادي يخدم البلدان الأربعة وأيضا يخدم القضية الفلسطينية؟ صحيح. يعني بدي أقول لك شغلة، أنا بلاحظ من خلال متابعتي لتحركات العراق ومصر والأردن وفلسطين أنهم بدهم يحاولوا يعملوا شيء
جديد بدهم يحاولوا يعملوا اتفاقيات اقتصادية تعود بالنفع والفائدة على البلدان وعلى رخاء الشعوب. وهذا شيء بنقدر نعمله لأنه مصر عندها إمكانياتها والعراق عنده إمكانياته والأردن عنده إمكانياته. بدنا نوظف الإمكانيات كلها بحيث تعود بالنفع والفائدة على شعوب المنطقة وعلى شعوب هذه الدول. فيبدو أنه النوايا كويسة وفي توجه بهذا الاتجاه واللقاءات مستمرة. وبنلاحظ أنه الرئيس العراقي رئيس الوزراء يلتقي مع جلالة سيدنا وبيلتقي مع رئيس جمهورية مصر العربية السيسي، وكذلك الحال بالنسبة للأردن ومصر بيلتقوا مع بعض باستمرار. شوف احنا العلاقة مع مصر الأردن ما عمرها شابها أي شيء، دائما وأبدا العلاقة مستمرة لأنه احنا بنعتقد أنه جمهورية مصر العربية هي القائد والرائد للأمة العربية. وبدي أقول لك شغلة، دائما لما تكون مصر قوية بنحس بالأمن والأمان وبنحس أنه أخويا. أي شيء بيهدد مصر بيزعجنا، مش بس هيك بيقلقنا. كذلك الحال بالعراق، كل اللي صار بالعراق أقلقنا بالأردن وأثر علينا سلبا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا. احنا كنا حريصين أنه العراق لازم يقف والعراق يقوى، والآن الحمد لله احنا ملامح قوة العراق بدت، حضوره على المستوى الدولي بدأ، تعافى من الداخل، كل الإرهاب اللي كان موجود واللي كان يحاك من قبل دول إلها مصالح في العراق مش محبة في العراق تحجم بوعي الشعب العراقي وبوجود قادة حريصين على العراق وعلى أبناء العراق مخلصين. وإحنا بنتكلم عن الاستقلال، يعني الاستقلال هي كلمة كبيرة، وفي كل عام يعني أنا كمواطن أردني أو عراقي أو فلسطيني أو مصري، فيعني لي الاستقلال هو الأمن والأمان، إن أنا أبقى عايش في بيتي مطمئن، بمشي في الشارع مطمئن، بروح الجامعة بروح المدرسة، باجي مكان عملي زي التلفزيون. يعني الأمن والأمان إحنا حتى كزائرين للأردن، إحنا بنتمشى امبارح بالليل وناكل الأكل الحلو بتاع الأردن ده، بتحس إنك في بلدك وإنك في أمن وفي أمان. فالأمن والأمان ده مش سهل، مش سهل إنه أنا كمواطن أحس إنه سهل وأنا تمام، لكن بالنسبة لبلد يعني بنت مؤسساتها وبنت مجالس نيابية وتشريعية وإنها تحقق هذا الأمن، كلمنا عن هذه النقطة الهامة جدا. يعني شوف الستي، هذا الأمر ما إجا من فراغ، هذا شيء كان مدروس ومخطط له، وهذا الشيء كان من البدايات من 21 منذ التأسيس، أنه كيف نرسي قواعد الدولة، كيف نبني الدولة. بدي أقول لك شغلة، أهم شيء أنه إذا بدك تبني دولة بدك تحقق الأمن، تحقق الرفاه الاقتصادي، بدك تمشي بخطين متوازنين. شوفي القيادة الهاشمية، الملوك الأربعة اللي تعاقبوا على حكم الأردن في المملكة الأولى والثانية والثالثة والرابعة الحالية، كلهم كانوا بيشتغلوا على نفس النسق ونفس الوتيرة. هم بنوا شيء وتعارفوا عليه وتآلفوا عليه، وكل واحد بيكمل وراء الثاني. احنا الملك عبد الله الأول بنسميه المؤسس، الملك طلال باني الدستور، الملك حسين الباني لنهضة الأردن، والملك عبد الله بنسميه المعزز لنهضة الأردن. شوفي احنا كانوا ملوك بني هاشم حريصين جدا على أنه يبنوا مؤسسة عسكرية مدربة مؤهلة محترفة تدريبا جيدا وقادرا على التعاطي مع المستجدات وعمل الأحداث ومع العواصف اللي بتعصف بالمنطقة. احنا عندنا جيش مدرب مؤهل للقيام بواجبه على أكمل وجه، واستطاعوا أنهم هم يعني بيوفروا المعدات والأجهزة العسكرية اللازمة لهذا الجيش، واستطاعوا أنهم يدربوه على كافة صنوف القتال والتعامل مع أي شيء لا سمح الله تتعرض إلى المملكة. أيضا عندنا أجهزة أمنية محترفة، هذه الأجهزة الأمنية المحترفة مدربة مؤهلة تتعاطى مع المجرم وتتعاطى مع الجريمة بالعلم والمعرفة وبالتكنولوجيا. سخرنا كل هذه الإمكانيات. أنت بتلاحظ أنه بالأردن إحنا الجريمة ما بتستمر عندنا ساعات، صح؟ فورا نتعامل. الفضل الأول والأخير، إحنا الهاشميين جعلوا من كل مواطن أردني غفير، وجعلوا من كل مواطن أردني رجل أمن.
صحيح. فالمواطن الأردني هو يخاف على بلده أولا. أيوة. أكيد. أنا لما بشوف غلط رأس المواطن بادر يقول فيه غلط، وين رايحين أنتم؟ صحيح. يعني هسه بدي أقول لك شغلة، إحنا تعرضنا لهجمة مخدرات وتعرضنا إلى تهريب من الحدود الشمالية أسلحة ومتفجرات وعصابات إرهابية، لكن استطاع جيشنا الأردني العربي المصطفوي أنه يتصدى لهذه العصابات، واستطاع أن يحبط كل المحاولات، واستطاع أن يؤسرهم، واستطاع أن يقتل اللي قتلوا منهم، واستطاع أن يصادر كل المعدات والمتفجرات والأسلحة والمخدرات والأموال اللي كانت بحوزتهم، اللي كانت تستهدف مش بس الإساءة الأردن، أيضا بدها تتسلل لمصر، وبدها تروح على الخليج، وبدها تروح على السعودية، بدها تودي السموم هاي كل مكان، وبدها تودي المفجرات لهذه الأمكنة. لأنه بدي أقول لك شغلة، في خلايا نائمة في الوطن العربي. صحيح. وهذه الخلايا لا تريد الخير للأردن. بالضبط. وهذه الخلايا مستأجرة من قوى إقليمية. صحيح. ومن قوى دولية، وهدفها هو فقط أنه أبقانا ضعفاء متناحرين متنافرين. يعني ما بدهم يعطوك نفس أنك بتشتغل وتتقدم. صح. لازم بتظلك مكانك أنت. فهاي يعني شوفي، هذا مخطط عالمي ومخطط إقليمي. صح. صحيح. لازم نفهمه احنا. وبعدين ما ننسى احنا كل بيت اردني فيه احد افراد المؤسسه الامنيه والعسكريه. أكيد. فهذا الامر. أكيد. ايضا. أكيد. مختلف. يعني معليك، نحن اليوم نسير بخطى الاصلاحات ان كانت السياسيه والاقتصاديه والاداريه، هذه الاصلاحات دورها في تعزيز ايضا ما بنينا وما قمنا وما انجزنا ايضا. شوفي ستي، بعد احنا ما خرجنا من المئويه الاولى دخلنا بالمئويه الثانيه، جلالة الملك عبد الله حفظه الله ورعاه وولي عهده الميمون عملوا شيء اسمه منظومة التحديث السياسي. هذه المنظومة أنا كنت ضمن المنظومة، إحنا بحدود 93 شخصية أردنية من مختلف المشارب. نعم. وكنت عضو بلجنة الأحزاب ومن الناس اللي عملنا مسودة قانون الأحزاب. الشيء الجديد اللي عملناه مختلف عن الماضي تماما، إحنا عملنا قانون انتخاب مختلف وعملنا قانون أحزاب مختلف، بدينا من الصفر، ما بدينا نعدل تعديل. صح. لأنه هيك بده جلالة الملك. تلاقي قانون الأحزاب الآن في نصوص قانونية بتحمي الإنسان الأردني المنتمي للأحزاب، وبالذات قطاع الطلبة في الجامعات اللي. صح. كانوا يتخوفوا أنهم بينتموا للأحزاب. عملنا نص قانوني أنه ممنوع منعا باتا التعرض لأي طالب أنه ينتمي للأحزاب، حتى الفئات اللي كانت ممنوعة أزلنا الحظر عنها. عملنا قانون انتخاب وقانون أحزاب بنسجمن مع بعض، بتسقن مع بعض، بتوافقن مع بعض. شوفي الآن في نصوص بقانون الانتخاب أنه مثلا بقانون الأحزاب القوائم الحزبية اللي بدها تنزل الانتخابات، أنا بالحزب عندي بدنا نعمل قائمة، لازم ثالث رقم بتكون امرأة، ولازم خامس رقم بيكون شاب إجباري، غير الكوتات الموجودة في طبعًا. الدوائر المحلية. فلذلك لون المرأة ولون الشباب راح يكون موجود بالبرنامج كل فئات المجتمع. هذه نقلة. ليش؟ أنا بدي أهل الجيل هذا. صح. بدي أهل الشباب حتى يقود المرحلة القادمة. صحيح. إذا ما كان في تأهيل لقيادة المرحلة القادمة بيكون في تحديات، بيكون في صعوبات. على أساس جيل بنزح وبجيل بحل محله، لكن يجب يكون الإحلال من خلال الشباب ومن خلال الشابات، وأيضا يجب أن يكون للمرأة دور فاعل مش دور مجاملة. الآن إحنا مقبلين على مرحلة، متفائلين بهذه المرحلة بقيادة الملك وقيادة ولي العهد. كمان ولي العهد قاعد يأخذ جزء كبير من الشأن العام المحلي. صحيح. وقاعد يتواصل، وقاعد عنده أفكاره، عنده توجيهاته، وقاعد ينسجم مع جيل الشباب وينخرط مع جيل الشباب ويتحاور مع جيل الشباب كيف بدهم يخططوا لمستقبل واعد للأردن ولأبناء الأردن. احنا متفائلين، احنا مش خايفين. بقيادة جلالة الملك وأجهزتنا الأمنية وجيشنا وشعبنا دائما كلنا كل الأمور تمام بإذن الله تعالى. احنا سألنا ضيفنا عن الأردن والاستقلال في عيونه، في عيونكم، في عيون مصر وفي عيون العراق، تحدثونا. تحب تبدأ؟ ابدي شافكي استعدادات أولا. يعني خليني أقولها بدون ترتيب، يعني بدون ورق. هذه محبتنا. خليها من القلب للقلب. صحيح. من القلب للقلب. صراحة أنا لما باجي الأردن بحس كده إني في بلدي التاني، وعلاقتنا بالأردن علاقة وطيدة جدا وعلاقة حبيبة جدا. الأردن بلد جميل وشعبه لطيف وفي تقارب
نفسي وإنساني وعادات وتقاليد، يعني تمشي في الشارع ما تحسش بأي غربة وألفة وتآلف. كمان خليني أقول لكم أنه في العام الماضي في العرس ولي العهد كنا حاسين أن احنا كمان كمصريين مشاركين في العرس، محبة ومتابعين كل المراسم وكل الأفراح اللي كنا فخورين بها كلنا كعرب، وكنا مشاركين من القلب ومنتهى السعادة بهذا الإرث الجميل، العادات والتقاليد الأردنية. أعتقد أن الناس كمان كانت على السوشيال ميديا في مصر بتشير الفرح، وكأنه فرحنا، الفرح كان فرح الجميع، وهي محبة. فكان الحقيقة شيء بيسعدنا طول الوقت، هتفضل الأردن في عيون مصرية، هي في عيون القلب زي ما بيقولوا دايما، ونتمنى لها كل الخير إن شاء الله طول الوقت. بالتأكيد يمكن كل الكلمات صعب توصف العلاقات بين العراق والأردن لمصير تاريخي عربي مشترك كبير، لكن احنا من زيارتنا للأردن نشعر بأن كل منطقة من مناطق الأردن بأن احنا بالعراق، نشعر بكل أردني هو عراقي. يعني حقيقة البلد اللي يمكن مرينا بظروف صعبة ضد داعش، البلد الوحيد اللي كان صمام أمان ما يدخلوا من خلال الإرهابيين إلى الحدود العراقية هو الأردن. كنا مأمنين بأن أكو أخ بظهرنا يسند حقيقي في ظروف صعبة، وهذه الظرف الأصعب بالنسبة للعراق، الحمد لله هي عدت الظروف. الأردن الحاضنة الحقيقية للعراقيين مثل ما ذكر معالي الوزير بأن الأساتذة العراقيين أو التدريسيين يكونون في الأردن، نفس الحالة بأن الأردنيين في أذكر أيام يمكن التسعينات الثمانينات المدارس كانوا زملائنا من الأردن هو متواجدين في مدارسنا العراقية وفي الجامعات العراقية للحصول. فما من الممكن بأن من السهل بأن أنت يعني سانة من أتحدث على الأردن بأن أقول بأن الأردن هو العراق بصراحة، مثل ما الأردن يقول بأن الأردن هو العراق نفس الشبه بكل تفصيلاته. فإحنا فرحين اليوم بهذا عيد الاستقلال وفي كل الأعياد اللي احتفلنا حتى بالمئوية وإحنا كنا متواجدين في الأردن، نشعر بأن المنجز الكبير لتغيير شيء في بلد ما تجاه الصواب والصحيح هو مثل ما عدنا ثورة 20 نفتخر بها بالعراق وبمنجزاتها الكبيرة والتخلص من الاحتلال البريطاني. فكل الحب وكل التقدير إلى الأردن حكومة وشعبا، يا رب كل أيامكم أفراح ويعم الأمن والسلام والازدهار الاقتصادي ويبقى هذا النسيج العربي مثل جميل. ما بيت للكل، هذا هو بيت للكل حقيقة. كمان من ضمن الاحتفالات كمان باستقلال هو برنامجنا بيت للكل، يعني لولا هذا البرنامج الجميل اللي جمع هذه الدول اللي هي أصلا متحابة وبتعمل هذا المجهود، الأردن العراق فلسطين مصر، ما كانش يبقى فيه بيت للكل. فاحنا سعداء ان احنا جزء من توجه جديد موجود في ان شاء الله يكون بيت يعني في هذه العلاقات الجميله. ان شاء الله بدي اتمنى للاردن ولامتنا العربيه ولاشقائنا في مصر وشقائنا في العراق السؤدد والامن والامان والاستقرار والنهوض نحو المستقبل الواحد والزاهر يا رب لابناء شعوبنا. واحنا تواقين دائما وابدا عندما يفرح العراق وتفرح مصر نفرح في الاردن. صحيح اكيد، لاننا شعب واحد بالضبط، وتجمعنا العروبه ويجمعنا الاسلام. صحيح، واحنا من اصل واحد. يعني صحيح حتى المسيحيين عندنا بالاردن هم اصل الاردن وهم العرب الغساسنه، منهم من اسلم ومنهم من بقي على مسيحيته، ولذلك احنا بنقول لهم انتم الجذر في الاردن عندنا. نعم. فإحنا ما بتحس بالأردن في فرق بين أي واحد صحيح والثاني نهائيا. إحنا أسرة متحابة، بعدين بدي أقول لك شهر نشارك معنا في كل المناسبات طبعاً، وكلنا معازيب عند بعض. أكيد. فأتمنى لأهلنا في مصر وأهلنا في العراق كل الخير يا رب دايما، أسأل الله لهم أن يجنب أوطانهم الشر يا رب، وأن يجنب أوطانهم الإرهاب اللي قاعد بيستشري في العالم وقاعد يتنقل من مكان إلى مكان. نعم. إن شاء الله الأمة لابد أن تنهض، وهذه بإذن الأمة الله مستقبلها أمامها بهمة أبنائها الغيارة وبوجود قيادات محترمة أمينة تسعى ليلا ونهارا جاهدة للنهوض ببلدانها. أنا بدي أقول بدي بهذه المناسبة وبعيد الاستقلال بدنا نحيي جلالة الملك وبدنا نقول له الله يحفظك أمين. الله يخليك أنت ولي العهد أمين. وديم كل الأردن بتظلوا الخيمة اللي إحنا نتفيأ ظلالها، وإن شاء الله كل سنة نحتفل بأعيادنا الوطنية. نعم. والقومية. نعم. وشكرا لمصر، شكرا للعراق، كل المحبة كل التقدير. كل التقدير. شكرا جزيلا لك، كل عام وأردننا بألف خير. إلى اللقاء في حلقة قادمة من بيت للكل.
حقنا أن نحتفل باستقلال الأردن، الأردن الذي صمد في وجه التحديات وظل على عهد الآباء والأجداد سيداً حراً يحمي أرضه وشعبه ويصون كرامة الإنسان وحريته.